السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مدونة حبيب لمعلومات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش التفعيل منصة كوكوين ببطاقة تعريف الوطنية. ندخلوا إلى منصة كوكوين باش نفعلوا الحساب نتاعنا نتاع كوكوين باش نقدروا نبيع ونشروا أو إس دي تي. جينا بهذه الواجهة خاوتي، نضغط هنايا بروفيل، وبعد نضغط على هنايا خاوتي، بعد نضغط على محاولة مرة أخرى هنايا، نختار بطاقة الهوية نختارها، وبعد ندير التالي، بعد نختار الاسم واللقب خاصة بنا على بطاقة التعريف الوطنية. خاوتي هنايا واش نديرو الاسم واللقب، هنايا نديرو الاسم واللقب ورقم الهوية رقم بطاقة التعريف الوطنية ونديرو التالي. ومن بعد جينا هذه الواجهة نصورو بطاقة التعريف الوطنية، التقط الصورة بهذه الطريقة خاوتي. بعد ديو خلفية خلف البطاقة، هذه الطريقة خاوتي. نبدأ مجددا، وبعد نديرو السيلفي خاوتي، خاوتي نحو نواضر، نعود خاوتي. بهذه الطريقة خاوتي تم إرسال خاوتي، بعد 24 ساعة سيتم تفعيل حساب أو منصة كوكوين بهذه الطريقة خاوتي. انتهاء. هنا يقول لك قيد المراجعة تحقيق من الهوية قياسي، معنا درك راه نديرو معالجة مراجعة المعلومات على جرى التحقيق على منصة كوكوين. أعجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.